نعم طبعا اكو فد شيء تكلمنا عنه بال ويا جروب، ان شاء الله يعني اذا وصلنا للتمارين وصلنا لنفس النقطة هم يعني نتكلم عنه وياكم. اذا نبدأ ويا التمارين after you read understanding text comprehension. Can Yes I? yes who is going to be the first one? Yes محمد جاسم. Yes. Scanning for the dialogue. The story, brother doesn't eat breakfast because A, he's not angry. B, he's late for class. D, C, Adna, he doesn't want to be late for class. I think اقرأها. the answer is C. Good. اقرأها من جديد محمد جاسم. Heather? Okay. Author. Yes. يعني how many times did you hear this word from me? It seems that the way you record the sound in your mind is different from the way I pronounce it. Thus, okay, there's no change happened to your pronunciation. شوي Yes, هاي sir. ركزوا عليها، اي ركزوا عليها هاي الطلاب. لا تبقي الصوت مطبوع بذهنك، كل ما تشوف الكلمة انت ماكو عندك مثل اوكي يعني مثل طبعة عنه هذا الصوت. لا خلي الكلمة، ردد الصوت الجديد، ردده مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لحد ما تنمحي يعني ذيك يعني الصوت القديم اللي انت ببالك لحد ما ينمحي وتستبدله بالجديد. طبعا هاي العملية جدا صعبة، يعني مو سهلة انه واحد يعني يستبدل زين الاصوات اللي حافظهن عن الكلمات باصوات ثانية جديدة، اشبه بعملية تعلم من جديد. لذلك احنا عندنا الطلاب اللي يطبقون يروحون يدرسون بالمدارس دائما نقول لهم اياك وبالك تلفظ الكلمة خطأ قدام الطالب، دير بالك ألف مرة نقول لهم يا بلد لا تلفظون الكلمة خطأ، وأيضا يجون يعني يلفظون الكلمة بشكل خاطئ وكلمات جدا جدا بسيطة، يعني كلمات مثل say said okay و huge أو paint هذن الكلمات البسيطة. ليش هذه احنا ليش نركز عليها بهذا الشكل؟ حتى انت هسه مثلا محمد جاسم، انا متأكد محمد جاسم واحدة من اثنين لو سامع اللفظ مع الكلمة بهذا الشكل زين لو هو لفظها دون انه يرجع للقاموس، يعني حاول انه مثلا عنده وقت ما مكفي مضايقة يريد يقرأ هذه المادة زين ايش سوى قبل لا يرجع للقاموس؟ هو طلع pronunciation هاي الكلمة بدون ما يرجع للقاموس، لذلك شنو انطبعت هاي بذهنه. الطالب احنا خصوصا يعني خريجين التربيات، الطالب احنا يعني متأكدين من عنده طالب المتوسطة والإعدادية والابتدائية مستحيل يعني يعرف شيء اسمه قاموس لو يرجع للقاموس لو يعني يراجع طريقة لفظ الكلمة، ها ولا نتوقع من عنده انه يشك بالأستاذ انه هذا الأستاذ طريقة اللفظ مالته خاطئ أبد، هذان الاثنين ما يسويهم زين. من يشوف قدام الأستاذ يلفظ الكلمة بطريقة خطأ خلاص هاي خذاها من عنده، بعد والله لو الدنيا تنقلب ما يبدل هذا اللفظ، وراح شنو راح يعني يصير يعني contingent يصير معدي زين مثل الانفنكشن. شايفين هذا فيلم احمد حلمي مع شو اسمه مع هذا اللي راح لامريكا واجى لمصر مره ثانيه، يمكن عسل اسمه اسود، عسل ايه اسود. استاذ عسل عسل اسود اسود. يعني شفتوا هذا لما راح للمدرسه وقال له شو اسمه ثانك يو فيري ماتش، مو نعم والطلاب كلهم استاذي، ايه يصيحون استاذ، براها ثانك يو فيري ماتش، مو هذا ان انا بعد هو ما يسأل الطالب هل هذا صح هل هذا خطأ، هل خلاص هذا الاستاذ قال ثانك يو فيري ماتش هاي ثانك يو فيري ماتش زين. اللفظ بس يعني بس يستقبل الطالب بس يحفظه بعد انتهت، بعد لا تحاول انه تغيره الا اللهم هذا الطالب يعني عنده فد إرادة داخلية يعني تنبع من داخله وعنده ماكو يعني عنده طولة بال وعنده خلق يقعد يصحح الكلمات، وهاي كلش نادرة يعني هاي إذا مو مستحيلة. أنتوا هسه مرحلة أولى، كل كلمة أقرأها أروح للقاموس أسمع شلون يلفظوها كل كلمة اتعلم بالبداية صحيح شغلك بالنهاية يطلع سهل، أوكي باقي المراحل عندك تكون سهلة، أبد لا تعوف القاموس خلال هاي السنة.
دائما كل كلمة، حتى الكلمات اللي أعرفها، أي كلمة زين، حتى الكلمة اللي أعرفها أروح أتشيكها بالقاموس أشوف شلون يلفظوها، أسمع البريتش، أسمع الأمريكان، أسمع زين طريقة لفظ هذين الكلمات. مهم جدا بالنسبة لكم، بس يصير أساسك صحيح، الكلمات هذين اللي شائعة تتمكن من عدن. نعم تتمكن من عدن، تتمكن من طريقة اللفظ مالتهن. أوكي أنت وحدك هنا راح يعني ملكاتك الذهنية والعقلية وهذه تتفتح تتوسع، تقدر تستوعب بعد أكبر كمية ممكن من الكلمات، لأن يعني صعب إذا أنت تجاوزت المرحلة الأولى الثانية أوكي على هذه يعني على هذا من المفردات وعلى هاي طريقة اللفظ إنه تصحح بالثالثة والرابعة، يعني إذا مو مستحيلة. فخلوا القاموس يعني دائما وياك، أي كلمة رأسا أروح للقاموس أنا يعني أتأكد شلون يعني إيه الوضوح. زين good Can so I? يس May I? yes Can I answer? so Yeah. May I? yes yes just a second. So this one okay is C. Yes this one is C. So we need to make a copy of this and here we need to paste. Yes 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 يقين. Scanning for details. The author sees that it's hard to breathe on the bus because there are a lot of people on the bus. B, the bus moves very slowly. C, he had to run to the bus station. I choose A. Good. Yes, thank you so much, Shabin. So there are a lot of people on the bus. Yes, Naba Munir. نعم أستاذ. بي النقطة ما موجودة كومبريهنشن عندكم. مالت يو يعني أحلها بالكتاب أستاذ؟ هاي اللي الثالثة ما أوكي موجودة عندكم مو؟ الثالثة ما عندنا أستاذ ما أي موجودة. أستاذ So skip نحلها it. ولا؟ Yes, thank you so much. No, that's it. Yes, أوكي Naba. Next. Yes, B. أوكي you can make an inference, read the statements and check right, true or false. One, you can infer that the author doesn't enjoy his daily trip to school. I think it's true because he says some statements to, as a complaint from the situation he was going through. Good. So he doesn't enjoy the his daily trip. trip. Yes, his daily trip to the school. And this is fairly clear through the description. And the I think it is in the second paragraph or the third yeah. one. Is La, the the third. third one. Yes, the third He's, one. Okay, he couldn't breathe. he couldn't And breathe. He said yes, that and this is that the also air is miserable. stuffy, Yes, and it is the miserable. bus can only crawl along. I had all, and he missed a couple of his classes because of this delay. Yes, excellent. And I don't think that in our city, okay, the transmission, the transportation from yes one neighborhood to the other, okay, give us any kind of this experience. I don't think that any of us has run through such experience. Has any one of you, okay, run through such experience or gone through, or undergone such experience? So you are taking, for example, the Kaya, and you couldn't breathe there. Okay, actually, the Kaya it is windowless, without windows. And yes, most of the time, okay, the door is open, wide open. Yes, and you can see the yes, you can see the road. Yes, also you can count the number of the stones that okay, that besides the platform. Yes, so can anonymous here tell us any kind of story, okay, problems that faced him during the yes transportation from one neighborhood to another? Yes, who has
Yes. We use taxis a lot. We don't use Okay. buses. So you use taxis. Yeah. Yes, Maybe actually in have. Egypt. Yes. Yes, actually have no buses. We have, okay, small bus or something like small bus. I don't know what they call it. Okay, but In the it is 19s, small. we used to have buses, and it Yes. was crowded that you don't have a seat, and Yes. you will stand up, but it's Yes. not crowded as he described it in Yes. this Good. paragraph. Yes. Excellent. It wasn't really crowded. Yes. And they were okay. The bus driver, they were okay. Yes. They were actually awful drivers. And actually, I hate a lot of them. Especially those who says, I don't know whether you're from the 1990s or not. طبعا سواق الريم كانوا يعني انا اتعقد من عندهم، شارع كربة ما نوقف، يا اخي ليش ما توقف؟ واحد يريد ينزل يريد يروح البيت، وصل البيت ليش ما توقف؟ من وين توقف؟ ما تقول وين توقف؟ So there are a lot of quarrels and fights during the road. Okay, because someone says, wait a minute, pull over, I need to get down. And there is a lot of shout. I said that I wouldn't stop you, and they start okay fighting each other. فالعملية ما أقول yes ما أعرف لذلك شنو من أنك يعني تعمل التاكسيات أكثر. ما أعرف شنو يعني ما أعرف شنو مشكلتهم يعني ما أقول سواق And الريم whose don't كانوا pay? ها And whose don't pay? اي منو اي هاي ما دفع Yes, طبعا now tell me. yes اي طبعا خلى واحد يفتر يلم الكروة بس هاي المشكلة ما ليش ما نوقف ما جايفتي ما لحد الآن ما لقيت لها أي تفسير يعني مثلا ذات تسايق تريد تنقل ناس من مكان لمكان واحد مثلا وصل للمكان قال لك يا باري انزل ليش ما تخليه ينزل ما أعرف إيه المهم استاذ العفو مو متاخر استاذ على السيارة مالته، اذا وقف بالطريق أها يتاخر عن السيارة مالته، يريد يكون دائما بالمقدمه حتى ياخذ اكبر عبريه ممكنه إيه ويكمل الدرب مالته، فمن حتى ها ينزل بالمناطق او يوقف بالطريق راح يتاخر وغير يغلبه، بالذات اللي أها سواق المستمرين على خط واحد يعني اربعه خمسه او إيه سته على صحيح نفس الخط، يس فهو يريد يكون إيه قبلهم كلهم. اللي جربناها بسرعة كثير مره، يلزموه الله رحم صحيح بنا. يس يس بالضبط. اكسلنت يس والله هذا خوش تفسير تفسير جيد زين تمام زين استاذ من الابتدائي يركب عبريان من الابتدائي، خير فما ربيع كلهم ذني. يس اعتقد the oldest one يعني كانوا يسموها يمكن دق النجف ذيك كانت خشب زين ما ادري يمكن تستغربوها شوية يمكن بيكم مستغربها شلون سيارة خشب يعني هي خشب موجودة زين يقولون يعني ما اعرف ايه مع التصنيع يقولون كانت الرائد تروح عن ما اعرف الكربلة، ها كانوا يروحون تروح فيها الكربلاء الكربلة دق يقولون، النجف هاي ايه راد يقولون 30 كانت يلا توصل لان كانت تمشي بس 40 هي ولا 60 بطيئة كلش بطيئة. ايه ايه 40 لو 60 هيك شيء في يقولون حالة كانوا حال الجمل. يروحون بها لبغداد بالحلة يس يستراحون يتغدون وكذا نعم زين اوكي طبعا مشكلة لما الواحد يتصل عليك وانت فاتح من الموبايل حتى May I؟ ما Point two. تصير هذا هسه ما اقدر اطير افضل نعم زين على العموم يس جود يس ذا نكست وان May I؟ ذا Can I جود يس answer؟ May I paint point two؟ يس يس بليز Yes, me or who؟ محمد فلاح يس محمد Yes, point two. You can infer that the author listened closely to his philosophy teacher. No, false. He spent the philosophy class to doing homework of English. Yes, excellent. So he didn't actually pay any attention to the philosophy teacher. Yes, thank you so much. Yes, next, the third one. May I? Okay, Mustafa. Yes, Mustafa. Yes. You can infer that today is not the first time the author has skipped class. True, because he's mentioned True. he missed the five or Yes. four time Yes. for his class. Four times, and the one Four times. today it is the fifth time. Want Yes, the to be last the one, five one, please. yes. Yes, fifth one. Yes. Yes. Can I? Yes, please. What's your name?
Her voice is weird. غسان. Yes, غسان. I Yes. haven't listened to you. Yes. Number four. You can infer that the author is a serious student. I think this is false. Yes. Absolutely false. Okay, yeah, yes. Actually false. Yes. Actually, he didn't listen to the philosophy teacher, and he came yeah. lately and they yes. don't yes. yeah homework. Yes, excellent. Yes, and he missed the class four times, so it is naturally that he is not okay a serious he is not a serious student. Yes, vocabulary. Okay, let's okay. Oh God. Yes, copy. Paste. Paste. And paste. And paste. So. Yes. And we also need to paste one here over the word blind date. لا عفوا استاذ، ممكن سؤال؟ نعم تفضل. عفوا استاذ، هاي اذا العلامات التنكير الاي والان، مو هنا مو لازم تجي ورا قبل ستودنت، لان هو شخص واحد ستودنت، ليش تجي بعد الصفه؟ وينها وينها بيا جمله؟ لا عفوا، نمبر فور، ما تصح بالغلط. اي وينها علامه التنكير؟ الاي از اي از اي اي هاي الاي مو لازم تجي قبل ستودنت، ولو اي الموضوع خارج لا هنا سيريس ستودنت هي كلها اسم، وهذا الاسم مكون من اسم وصفه. السيريس تصف ستودنت، فهذا ستودنت يحتاج الى علامه يا اما تعريف يا اما تنكير. ماكو اسم باللغه الانجليزيه يجي بدون لا تنكير ولا تعريف، يعني لو اكو يا ذا لو اكو يا أه. ماكو بي. اسم يجينا بدون علامة تعريف أو تنكير، يعني هم بالإنجليزي احنا ليش نحكي هيك؟ definite or indefinite. And nouns are either definite or indefinite. ماكو اسم يجي بدون واحدة من هذين العلامات. فهنا serious students هي كلها اسم. اوكي، وهنا هاي ال indefinite article ال A هي يعني جاية لتنكير الاسم كله، اللي هو شنو؟ serious student. زين يعني هاي كلها اسم. تمام. اذا قلنا الاي ولا هذا serious مو صح، صير ungrammatical sentence، مو صح هاي الجمله. ما يصير تقول you can infer that the author is serious a student، هذه خطا الجمله. زين شلون اعرف انه هاي لازم تصير قبل الصفه وبعدين الصفه تر الاسم؟ مثلا the lazy man، مو بعد هذين الصفات كلهن شو وقت ما يكون عندك اسم لازم اللي يكون قبله يا اما اداه تعريف تنكير يا اما صفه. اوكي، الاسماء تسبق بمن؟ بالصفات. فإذا عندك كلمتين نفس الموقع لازم واحدة من عندهن اسم وواحدة من عندها صفة. زين، وهذن الاثنين يعامل مع معاملة الاسم، هو اسم ومع ويا اكو صفة. زين، اكو حالات معينة تكون بيها الأسماء بدون لا تعريف ولا تنكير. من يقدر يعطينا مثال؟ يعني اكو حال مثل الجمع، يعني هي تجي اسم بصيغة جمع مثلا، ما تحتاج ان هي نخليها على مود المفرد، مش صحيح؟ يعني شوف هنا شنو، ما هان نبى مصطفى هذا ما حد بيكم عنده؟ زين، لا قصدك استاذ يعني هي جمع، فاحنا ليش نخلي الاداه على مود نسويها مفرد؟ حتى لو اذا كان جمع لازم يكون ويا يعني علامه تعريف او تنكير. انا اقول the students، ما اقدر اقول ان students، ما اقدر اقول ان students are lazy، اقول ان the students are lazy. مو ما يصير اقول على الرغم مثلا يصير مثلا عفوا يصير مثلا اقول النقطة الرابعة مثلا كمثال بدون a، you can infer that the author is totally right مثلا بدون a.
طبعا هنا هي هاي كمثال. توتالي رايت. شنو هي هاي هنا؟ توتالي شو قصدي؟ رايت شو الصفة؟ الرايت هسه شنو هاي الرايت؟ صفة صح اسم الظروف. رايت وين يعني هسه هسه؟ المفروض اسم، اوكي وين هذه هسه الصفة. والتوتال الصفة لا توتالي توتالي على ادفير حرف يمكن توتالي ادفير. ادفير. يس ادفير ادفير والرايت ومعطول هاي التوتال ادفيرب، فالرايت هي صفر. ليش؟ لان الادفيرب لا تصف رايت الاسماء، صف، مو تصف الافعال، بس اسم، والفعل اسم ما از عدنا له لا محل. يمكن وصفه. يعني الفعل از ما نقدر نوصفه، يعني مثلا شو نقول عليه؟ زين يعني مثلا نقول هي رانز كويكلي، مو وصفنا الفعل ران على انه كويكلي، مو زين. بس احنا الفعل از شلون نصف هذا؟ نصفه على انه كويكلي، سلولي، ليزي، كويري، شو نصف هذا؟ ما نقدر نصف هيك فعل، هذا الفعل لا يوصف. زين خوش. عندنا حالات معينة باللغة الإنجليزية، هاي معلومة لكم. يحمل معنى generic sense. إذا كان الاسم يحمل معنى generic sense لا يحتاج إلى تفكير، العفو لا يحتاج إلى تعريف أو تنكير. مثلا tigers are dangerous، مو انا هنا أنا ما احتاج الى تنكير وتعريف التايجرز، انا جاي اتكلم عن حيوان، نوع من انواع الحيوانات، وهذا النوع من انواع الحيوانات هو هو دينجرس. يعني ماكو عندنا تايجر اوكي شنو از نوت دينجرس، all the tigers are dangerous. لذلك انا مش ما شنو ما احتاج لا الى تنكير ولا الى شنو تعريف. كذلك السنيكس، انا اقول السنيكس ار فيتال، مو ان انا ما احتاج انه اصف يا سنيك ولا احتاج انه احدد. هذه يسموه جينريك سنس، هذا معنى عام يشمل كل الحاله يكون بها السنيك موجوده، فكل مكان السنيك موجود فهو فيتال، مو وش وقت ما يكون تايجر اوكي هذا التايجر شنو دينجرس. هذه يسموه جينريك سنس. عكسه يعني استاذ الأشياء اكو المعروفة، الأشياء اي المعروفة اللي عكسه ما تحتاج عكسه تعريف. اي عكسه يسموه شنو؟ عكسه شو يسموه؟ يسموه سبيسيفيك سنس. عكسه شو يسموه؟ يسموه سبيسيفيك سنس، مو؟ هذه شنو هذه؟ هذه لما يكون المعنى مختص بجانب معين، مختص بحاله معينه. زين؟ يعني شلون مختص العفو؟ نعم شلون مختص العفو؟ مختص، يعني يكون مختص بمعنى معين. يعني مثلا انا اجيب انا سنيك، وهاي السنيك انا شنو I took off her its sorry its poisonous teeth. اوكي ويجي واحد يسالني شو اقول له؟ اقول له this snake is not dangerous، مو العفو this snake is not fatal. لا بس هاي يعني مو all the snakes، بس هاي السنيك شبيه is not fatal. هذا شو يسموه؟ هذا يسموه شنو؟ يسموه specific sense. أو أقول أن أتكلم عنها، أتكلم عن هذا الحيوان، شو أقول أنا؟ أقول أن the snake is not fatal. وأنا لما هنا أنا أقول أن the snake أقصد هاي، ما أقصد أي وحدة غيرها، فقط هذه قطعا هاي، يعني غيرها ما يصير. الإشارة هنا أنا محصورة بمن؟ بهذا اللي هو امامنا موجود بالكونتكست، اللي موجود بهذا السياق، واللي موجود بهذا السيتويشن، غيره ما يصير انه يعني يكون ضمن السكوب اوف ديفينتلي. يس ثانك يو سو ماتش. شكرا استاذ، ازحمتك تقلب علينا، تقلب علينا السوالف اللي الطلاب ما تحبها ولا شو اسمه. يمن اكتب استاذ العفو، يمن اكتب انشاء ذني اشتبي بهن كل شوي، اسف استاذ. It's okay. بالعكس بالعكس مراجعة. إيه يعني معلومات I جديدة. love grammar. إيه I love grammar. But most of the students don't like grammar or they dislike grammar. Yes. Good. Yes. طبعاً although I like grammar and I'm really interested in grammar. كتبت الرسالة الماجستير مالتي كانت هي 170 صفحة،
لقوا عندي ثلاث صفحات بيهن العفو، يعني الأخطاء اللي موجودة بثلاث صفحات هنا كان 30 خطأ نحوي، زين بالمية وسبعين صفحة. طبعا الأولى علينا عندها 11 صفحة، أوكي بها أخطاء أكثر من 250 خطأ نحوي، زين لقوا عندها أخطاء. ومشكلة هذن الأخطاء يعني we are not شلون native، الأولى طلعت؟ يعني ما يحسبوا هذا؟ يعني هي الأولى أكيد، لأن هذه يعني كورسات، درجات كورسات وزين وتقديم وبرزنتيشنز وريسيرشز وما أعرف شنو هذا. يس اعتبارات ثانية. فهي أوكي she was the first one. And by the way, the best of the best students are those who have responsibilities. يعني احنا كنا 14 طالب اللي نجحنا اربعه، واللي نجحوا هم فقط اصحاب العوائل، زين. وال single students okay they didn't last in the first course، يعني من الكورس الاول رسبوا. يعني ال first one she has three kids، the second one she has two kids. Okay, the third one at that time I was I have one kid, yes, and the last one she has okay three kids. يعني الرابعة كانت عندها three kids، والأولى كانت عندها three kids. المهم هي بدأت شوية تدرج بال، يعني أنا ماكو لو 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 ما كان عندي kid يمكن هم يمكن أكون أرسب وياهم، ما أعرف ليش. زين ففقط اللي كانوا عندهم kids okay they were able to get the MA degree. Yes, although this contrast with singles who presumably are free most of the time, they are free okay to do whatever they want. Anyway, yes, so the first professor, one please استعطتنا أمل. طيب تمام، عندهم أطفال يعني يقدرون يطلعون أوائل. 3 kids 4 kids yes. If you have 3 kids you will be the first one. Okay, 2 kids you will be the second one. 1 kid the third one. Nothing okay maybe yes may not even pass the exam. Yes. By mention the grammar, I also ask you about the verbs of the passage. Yes. Why not in the past? Yes. The Good. Author used the yes. Yes, can you just spot some of them? يعني yes. بس تحدد I get up I get about yes. 7 o'clock and I have a meeting. Yes, my no. mom calls me. Yes, I don't think yes, I am yes. saying no. yes yes I yes. don't want yes. بعد شنو عندنا after 2 o'clock class all the verbs I decide to yes. Excellent. من يقدر يجاوب محمد فلاح؟ أعتقد يقدرون يجاوبوا. ليش هذا الأفعال زمان؟ يس يس نبأ. لأنه هو جاي يشرح بالبداية، جاي يحكي قصة، كل قصة مقسمها حسب الوقت مالتها، فلما يحكي عن الوقت هذا كأنه هو عايش بهذا الوقت، مو جاي يسترجع ذكرياته، لا جاي يحكي اللي جاي يصير وياه. هاي كأنه ناراتيف، بس الناراتيف بالزمن اللي جاي يعيش به. But the event in the past. زين جيد، يعني تقريبا هذا ب 70% من الجواب. استاذ العفو معي إيه مصطفى، اعتقد لان يعني هذني المهام اللي يسوونها تقريبا ريبيتدلي تتكرر يوميا. اكسلنت يس اكسلنت مصطفى، سو ذس از ذا انسر. ذيز ار هابيتشوال فيربس، هابيتشوال اللي نسميها هابيتشوال فيربس، يعني سمثينج ذات يو دو اوكي فريكوينتلي. Then, يعني مثلا waking up at 7 a.m. okay, this is something that you do every day, so you can't talk about you can't use the past tense to describe this event. It is impossible. So yes, 9 to 10 okay, 11 to a.m. okay, all of these are habitual verbs and habitual events. Okay, they are described by using the present tense. يس جاوبناك محمد؟ نعم نعم سادة، اوكي كلش اوكي. يعني اول مره اشوف هيك نوع من الباسج، انه
بشكل يومي، يعني لين كتب بشكل يومي حتى لو هو ايفنت بالماضي بس لانه بشكل يومي. وهسه من استاذ مصطفى حكى لاحظت انه ستوري وين هي واز انيفرسيتي، يعني هو كتبها من كان مو هسه، من كان طالب بالكليه كتبها اثناء ما كان يوميا هيك يسوي. نعم اوكي كل شوك ممنون استاذ. Thank you so much. Yes, the first point, who's going to solve the first point? May I? Yes, one by one. Yes. Okay. Which one? First one. C, okay. Yes, decide yourself. Okay, who's going to be the first one? Who's going to be the second one? Yes, Muslim. My ex-wife was the at the party. I feel really يقلي يقول زوجتي السابقة بالحفلة هي أحسست أنها حقني هاي أول واحدة when زوجتي هنا يقول my boyfriend مو أنا كتاب مكتوب wife زوجتي إحنا صار my ex wife boyfriend my ex wife حتى sharing his ex wife يعني زوجتي السابقة كانت بالحفلة بالحفلة أحسست إنها أتجاه تلاحظون surveillance okay أكو surveillance يعني عندهم شديد يعني surveillance of language يعني رقابة يعني هذه النسخة اللي عندكم هاي Persian زين لذلك هي يعني أكو صار تعديل عليها النسخة اللي عندي مو Persian فsurveillance the gatekeeper okay wouldn't allow such words to be used يعني عندهم okay my ex boyfriend okay it is unacceptable it is استاذ هذا التعديل من عندنا لو من عندهم من الـ Persian عندهم surveillance of language رقابة طبعا this is similar to the previous reign in Iraq when the government was surveilling everything every book every news that enter Iraq يعني كل شيء كان خاضع للرقابة اوكي وحتى الاشخاص اللي يعني تواجد عندهم كتب هي ممنوعة يعني يتعرضون للسجن نعم so yes okay. محمد انا اكمل مسلم جاني اتصال فيقول انا اول الجواب اول واحدة محرج كانت محرج لان شفتها غير مرتاحة وهي شيء عندما yes, رأيتها. Thank you so much. Yes, next. Thank you so much. Can I answer? Yes, please. Yeah. Okay. Yes. The air on the train is always stuffy in the morning because there are so many people traveling into the city at the same time. Yes. Thank you so much. Yes. Next. May I? Yes, Muhammad Falah. Yes, Muhammad Falah. Yes. Point three. Maria went on a blank last night with a guy who works with her roommate. I think in the yes, blank guy, meeting. Not gay. With a guy. Muhammad guy. Sorry. With guy, a guy yes. who works with her roommate. I think in the blank meeting. Yes. Meeting. Yes. Sorry. I'm sorry. yes, chapter 12 is actually embarrassing. Yes, yes. So which one is the correct answer? Meeting. Yes, yes. Meeting. Thanks, I'm sorry. Yes, I remember, okay, in the second year when I was a BA student and it was an exam in short story and I was writing okay about Edgar Allan Poe I was describing the way he write his stories the style okay the images the symbols and so on and so forth and I've written okay that Edgar Allan Poe is is embedding يعني يمثل واحدة من القصص واحدة من الشخصيات okay one of the characters in the Black Cat embedding the
the good guy, okay, that the major character was embedding the good guy, and this good guy has some psychological problems and so on and so forth. So I've made the same mistake that Muhammad has made right now. So I wrote that he was a good gay, and yes, and Mrs. Hind, she was yes, an excellent teacher, and she put three lines under the word gay, and she wrote a little note beside the paper. Okay, really? How did you know that? Okay, yes, I took the paper, and actually that was, yes, really, okay, awkward. Yes, yes. So these words are, yes, are related. So sometimes you make spelling mistake or you pronounce it, okay, in different way. So actually I didn't know that he is gay or guy. Yes. Thank you so much, Muhammad. Yes, next. Can I? Yes. Number four? Yes, four. Yes. They parted at this train station, not mm-hmm. knowing if they would see each other again. Yes, thank parted. You so much. Yes, parted. Thanks. Yes. Okay, so this is the fourth one. Yes. The last one. This one from me. Yes, I'm the laziest one here, so I would choose five. Yes, chit-chat. Sorry, I didn't have time to chit-chat. I'm late for my class. Yes, Yaqeen, okay. Yes, yes, in the next exercise. Yes, so the building vocabulary specified in this chapter is understanding phrasal verbs. And you know, phrasal verbs, these are verbs that composed of two parts, a verb plus preposition. And the meaning of the phrasal verb is totally different from the meaning of the individual parts. So if you, for example, take look after, okay, to take care of someone. So to take care of someone is totally different from the individual words look and after. What I want to tell you is that look and after and all the phrasal verbs, those verbs that you cannot guess their meaning, okay, without using dictionary. It is impossible for anyone to guess the meaning of these words, because these words or the meaning of these words are idiomatic or is idiomatic. يعني المعنى معناته ما ممكن انه انت تخمنه, مستحيل تخمنه. يعني look up, search, شلون صارت search ما تعرف. Give up, يعني surrender, شلون يعني صارت surrender ما تعرف. Work out, run through, all these phrasal verbs, you need to use your dictionary to guess their meaning. However, there sometimes it is possible to guess their meaning from the context. So it is not, totally vague, okay? But you can use the context whenever possible to guess their meaning. For example, our club members spend their free time hanging out. So hanging out here means relaxing, while hang up is completely different. So you should say goodbye before hang up the telephone. So here, hang up, it means turn it off. Hang on for a minute, it means wait. Yes, I can hang out the clothes because it is raining. It means I can't put wet clothes outdoor to dry. Yes, yes, Yaqeen. So please, read the point and tell us the correct answer. Number one. Yes. I have to drop off my paper at my professor's office. Yes. A, leave. B, get. C, ask for. I choose A, leave. A, good. Yes, excellent. So you can guess the meaning of the word drop out from the context, okay, in which it appeared.
Yes, yes. From other words, sentence. باقي الطلاب وينهم؟ نريد نشوف باقي الطلاب اللي ما يقبلون يشاركون. يعني مثلا مريم حسين شو اليوم ما أسمعنا صوتها مثلا. بس لا غايبة. إذا غايبة. Yes, ملاك. Yes, ملاك. منار ما أسمعنا. مريم حسين ما دخلت. ما دخلت. مريم حسين لأن ما عندها نت. استاذ موسى حاولت تدخل قبل شويه ما قدرت. زين تمام مو مشكله. استاذ موجود انا. يلا ملاك. اوكي. Alex dropped by my drum room after class today, called, lost something or came to. Yes. Yes, excellent. Came to. What makes guessing the meaning of phrasal verbs here is the distractors. Yes, هسه تجي تلاحظون انه هذن المشتتات الانتباه يعني الاوبشنز شوفوها ايش قد انه هي 100% مو صحيحه. يعني مثلا called 100% مو صحيح, lost something ايضا 100% مو صحيح. Yes, next منار. منار موجوده. Yes, منار. نعم استاذ موجودة. نعم. Yes, منار. 3. All my grades were missing and I don't know why. Yes. Can you look into it for me? Yes. A, C, B, find B. out what happened. C, tell someone about it. I think B. Find out what yes. happened. Yes, thank you so much. Yes, find out what happened. Yes. Yes, finally, the last one. Can I? Mahdi منتظر. Yes, Mahdi منتظر. نور صباح. وقف Mahdi. نور صباح راح تحكي؟ يلا نور صباح يلا. لا وقف كان انتظرنا منتظر. استاذ النبي 4 مرات غير تشارك وواحد I need to look up the name for see, instructors are completely unacceptable. يعني okay, ما ممكن إنه مثلا تيجي هنا بهذا السياق يعني read aloud. يعني هو يقول I need to look up the name. أو ذي أوكي لو نانا تايب يعني هذن مشتتات انتباه. زين مثل هني يجيكم إن شاء الله بالفاينل لأن أنتوا بذاك الوقت راح يكون الامتحان مالكم مسيطر عليه. Just point three. Point three. Yes. A and B. C yeah. and find out what happened. Yes. Maybe it is confused. C A is not acceptable. Tell someone about it is also not acceptable. Yes, the grades, okay, يعني شلون راح تشوفون يعني the grades. By the way, see, الفعل see is more general than watch. يعني لما نقول see, we see everything, okay? But when we watch, we concentrate on something. So this one is too general to be accepted here. Okay, maybe so, yes. Maybe if the sentence all my grades I don't know all my grades, and I don't know why. Yes, this one is an Arabic. If you want, يعني راح أشوف. Then this one is Arabic. Yes, it is not acceptable at all. If he don't know. Yes. What check we choose. استاذ وهنا انا جاي اشوف المعنى مو يعني لازم نشوف معنى look into. اذا حطيت yes. السي هذا مو معنى look into. Yes. هذا القصد. We can infer look into from another words in the sentence. Yes. But محمد هنا يعني if an English speaker want to use another word other than find out, okay, you can say check. Okay, check. يعني we don't use the look into. Instead of look into? Yes, we don't use right. look into. Yes, you can say look into. Okay, you can say, can you check it?
Yes, check it for me. Okay. So okay. This is, yes, this is completely acceptable. But can you see it for me? Okay, this is not acceptable at all. Yes, I understand. Thank you. Yes. Good. The reading skill, okay, the reading skill is an application of what we did, okay, in the building vocabulary. So you can use context clues to guess the meaning of difficult words. So you can often guess the general meaning of a difficult word by looking at the context. So what is context? The other words in the sentence or nearby sentences. الكونتكست هو الكلمات اللي موجودة وين موجودة ب يعني داخل الجملة أو بجمل أخرى قريبة. In the example below, the underlined words help you guess the meaning of the boldface words. So I chit-chat with my friends for a while. So here chit-chat, okay, we can guess the meaning of chit-chat from the phrase with my friends for a while. So we can infer that it is kind of talking, okay, informally, speaking informally, yes, with the students. I find my dream girl sitting in the corner, but I don't have the guts to talk to her. Okay, so this one is not available in your book. Right before we part, I ask for her phone number. I get home about 10:30. So we can guess the meaning of part, okay, that is, okay, to be separated from each other. Yes. Yes, so so we are going to underline. We are going to underline those words that help us to understand the meaning of ambiguous words. Yes, Muhammad. Falah. Yes. Point one, the bus can only travel along because there is a lot of traffic. We can infer the guess of the meaning of the crawl from the words along because there is a lot of traffic from traffic. A crawl, more people. Crawl, sorry, only crawl, walk slowly. Walk slowly. Yes. 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 So which words help you to understand the meaning of the word? A lot of traffic. A lot of traffic. A lot of traffic. Okay, helped us to understand the meaning of the word crowd. Yes, yes, next. Ajal. خلينا نشوف من عندنا منار نبا ومهدي زين بام باقي الطلاب فاطمه فطومات وين هي؟ زين وين هذني بعد النبعات ماكو النبعات زين المنتظرات ماكو الميثمات ماكو نعم استاذ النورات وين النورات ماكو وين هنا ذن يلا ميثم استاذ يا نقطة ثاني استاذ وشون نجاوب عليه هذا ما فهمت استاذ زين ماشي إذا ننتقل للنبات وين النبات جميل وحازم يس نبات جميل منتظر مهدي ترى أكثر من مرة حاول وما صار له مجال وين منتظر مهدي موجود وين حاول وين حاول يلا منتظر يمكن النت يما ضعيف زين قلناها so you can't help him yes النبات وين I'm here لا مو منير منير مو ضمن النبات yes يس جميل حازم استاذ جاوب عرفت استاذ يا هو عرفته يا استاذ ايه that I can't concentrate on what the professor is saying because I'm so tired from running to class yes استاذ يعني نعرف معنى concentrate استاذ من الجملة ايه استاذ Start so tired? Yes, good. Thank you so much.
يس هذه ميثم حللنا اياها. بعد كان اي واتس يور نيم؟ نور صباح. غير نور صباح يا استاذ ما قجم لبس اقلك الكلمه وانطيك الجواب مالتها عادي. اكو نور ثانيه موجوده ويانا. ما وين هالنور الثانيه؟ شو اسمها هاي؟ انا اذكر كانت عندنا لسته مال نور 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 ماك نور علي. يلا نور علي. نور محمد جبر. محمد جبر بعد بس لا اسم بعد ابو الجد وهذا هم جبر. محمد جبر محمد جبر. اكو واحد من الطلاب عندنا اسمه مصطفى اسمه عبد الرزاق. عبد الرسول عبد الرزاق عبد الرسول عبد الرزاق عبد الرسول. زين فما اعرف الظاهر الابو والجد يعني هم زين يعني واحد يكرر اسم حقيقة عبد الرزاق عبد الرزول عبد الرزاق عبد الرزول عبد الرزاق عبد الرسول. زين انا خايف انه هذا عبد الرسول لما يصير عنده ابن ان شاء الله هم يسميه عبد الرزاق، وهذا عبد الرزاق من يصير عنده ابن هم يرجع يسميه عبد الرسول. زين هذا ثاني حط ابوه يسميه باسم ابوه. ايش انا بعد انا لقيت اربع اسماء متكرره يعني معقوله؟ يس. وين بعد وائل؟ يلا وائل. ماكو؟ زين منتظر محمد عباس. منتظر أسعد. أستاذ لو جبت حالتها. ها؟ لو حالتها يلا ما يخاف راح ندور إذا ما لقينا واحد تتحديها. تمام. محمد يلا. مؤمل مؤمل مهند. مؤمل مهند مؤمل الأسدي. أي واحد منكم؟ فاطمة محمود حسين. فاطمة ناظم إلا يعني ما كنت مشي عليها. يلا شارك يعني. يلا فاطمة. نعم أستاذ. يلا فاطمة. Since my friends and I have meeting with a student from a women's university tonight, I take extra time to look my best. I take my extra time to look my best. Yes, excellent. Yes, so this part of the sentence. Yes, thank you so much. So we need two sticks here. Yes, two sticks. Yes, thank you so much. Yes, next. Fatma Thabit اليوم ما هي. Ammar Ali Yusuf. يلا عمار. ماك يلا نور. نور صباح. نعم استاذ. الخامسة مو تمام؟ yes the fourth one. it takes my about and hair and خامسة حضرت. يلا خامس. مو أنا أعرف جوابها بس لأنه يعني الجملة مقاريتها يعني. أقل خامسة عادي. يلا. Unfortunately, they are a lot of people on the train and they are in a safe. فالجواب a lot of people. Yes, excellent. Yes, thank you so much. Fourth, the fourth one, I'm going to take this one. It takes me about an hour and a half to get to my university, so I hurry out. So we can guess the meaning of hurry out from the words my university. Yes. The sixth one, yes. صح الحل ما تصح لا No, I don't think that. Yes, good. Yes.
an hour and half. Yes, thank you so much. Yes. Thank you. So also 0.5 stuffy from the air and yes. Yes, stuffy, okay, the air alone is cannot be described as stuffy. There's something that makes the air stuffy. What is the thing that makes the air stuffy? A lot of people. But what is the stuffy? The air is stuffy. Yes, the air is stuffy. And what makes the air stuffy? Okay, the reason, okay, okay. ما أقوله ستتطلع بجامعة الكوفة هاي الشاسعة الواسعة زين استاذ أحد هذا وتشوف الأير استفي ما ممكن يس مضبوط يس استاذ yes. النقطة الثالثة عندنا بالكتاب تختلف عن اللي عندكم يعني since my friends and I have a meeting with students from women university yes. tonight. أنا بس كلمة meeting بدل بالضبط الميتينج yes. اللي يشير لها إنه I take extra time to work my best لو انه هو عنده انه with a student from women's university tonight. Yes. Since my friends and I have a meeting with the students. طبعا from a women's university tonight. I take so it is usually okay to you prepare something for the meeting. Yes. What is this thing that you prepared for the meeting. So you take extra time to look your best. So this means that you have a meeting, right? نعم سات النقطة السادسة yes the sixth one yeah. yes مصطفى I'm safe استاذ خليه قرأ عن السادسة هو السابعة حاضر كيف يلا يا فين لحقت مشط لا لحقت مشط لا مصطفى سادة وين الشعر حتى مشطان إذا ما سمحت من هاي المقولة لا استاذ ما مشمول هذا مني يس والله خصك استاذ مصطفى راحتك استاذ والاخير علي سيف ذا بروفيسور كومز جاست افتر مي الجاست افتر مي يعني المعنى مالتها ام سيف يس هنا الجاست افتر مي اوكي هنا الوردز ذات هيلب اس تو اندرستاند meaning of just after me safe yes I'm safe yes the professor comes in just after me طبعا هنا انا هذا phrasal verb اسمه comes in okay يعني دخل مباشرة بعد so I'm safe yes good yes مصطفى It seems like English is one big mountain that we will have, that we all have to get over in our university days. First, I mean from big mountain, one big mountain. Yes, big mountain. Yes, the last one. منو حجزتها؟ أنا أستاذ مدام ابني نام. If we went to go to get a decent job, we have decent. We have to be really good in English. جملة ثانية, we have to be really good English in English. Yes, yes to be really good in English. Yes. Yeah, to be. Yes, yes, really good in English. Yes, thank you so much. Thank you. So this is all for today, and we will leave the rest, and we shall see you next Tuesday, God wish. And I wish you all the best in your upcoming exam. Yes. Unit 13, chapter 13. Ha, نفسنا. Yes. So we'll. نشوف هم مغيرين دي. هذا love at first sight. I think. So what about 119? شلون نعرف إيش نقرأ عليه ولا على PDF؟ Yes, I'm going to use the same version that you have that in your hands right now. استخدم نفس النسخة اللي عندكم الآن. Okay.
Yes. Okay. Thank you so much for your attendance and for your. 119 في التمرين مهم هذا. What about 119? Yes. إيه بالضبط هم بنفس هذا الفكرة ما معه. Yes. You want to consider double times on the time. Blues, right? Yes. Good. نحل لو ما داخل بالامتحان يعني؟ Well, just leave it. Just leave it. Yes, I want to choose some of the exercises. Yes, not all of them. Yes, so that you will have time to concentrate on the material and to read carefully through the text. So some of the exercises are omitted or dropped off. So هذا استونا أخذنا هذا fresh one. مو دائما حاول انه الفعل إيه اول ما هذا تسمع به او هذا حاول تستخدمه لان المفردات يعني من تعرف معناه انه ما تستخدمه يصير ان passive vocabulary واللي تستخدمه يكون ان active. المشكله انه احنا نعرف اكثر ما نتكلم يعني عندنا الكلمات اللي نعرفها اكثر ما لكن لما نتكلم ما نستحضرها ليش لان ما مستخدمين ما مركزين عليها. So we need to drop off some of the exercises, okay, to shorten the material for you, okay, make it short, make it easy. It helps you to concentrate on the main ideas that we need to consider. Anyway, in the next lecture, we will consider the application of reading skill or applying the reading skill. So this will be part of our lecture in the next on Tuesday. Yes. So thank you so much. I have taken your attendance and you can feel free. Thank you so May much. I? Thank you so thank much. You May so I? Have a nice evening. Yes. Thank you so much, Mustafa. That we also skipped page 116, consider the issues. Yes. Okay. This one, okay, has to be skipped. Yes. This mm-hmm. one has to be skipped. It is difficult to you. For you to talk about issues and discuss issues related to various topics, so we need to skip this one. Yes, perhaps if our lecture was okay face to face, we wouldn't skip that. So we'll have time to discuss and consider these issues. Okay, inshallah, we hope that. Yes, we hope so. Yes, thank you so much, Ahmed Filah. Thank you all. Yes, you can feel free. Thank you.